قمة جديدة يدخلها القضبان الزمالك والأهلي بطموحات وأهداف وظروف مختلفة يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مباراة يتنافس فيها الفريقان للحصول على لقب كأس السوبر المصري. ورغم أهمية المباراة لكل فريق لكونها القمة المنتظرة من كل الجماهير ويشكل الفوز بها التتويج بكأس السوبر، إلا أن هناك تنافساً من نوع آخر سيكون على أرضية الملعب وخارج الخطوط بين الأجهزة الفنية للناديين والصفقات الجديدة التي أبرمها كل فريق. على الصعيد الفني خارج الخطوط، يدخل الزمالك باستقرار في جهازه الفني بوجود البروفيسور المخضرم جوزفالدو فيريرا الذي قاد الفريق للقبي الدوري والكأس في الموسم المنقضي، وهي الميزة التي يعتمد عليها الأبيض، وترى جماهيره أن فيريرا هو السلاح الأهم والأبرز في ميت عقبة. بينما يدخل الأهلي اللقاء بمدير فني جديد هو السويسري مارسيل كولر، وستكون المباراة هي الرسمية الخامسة له مع الفريق الأحمر، ويريد تقديم أوراق اعتماده للجماهير بفوز على الغريم التقليدي وتحقيق بطولة في أيامه الأولى كما حدث مع مواطنه رينيه فايلر في 2019. أما في أرضية الملعب، ستشهد المباراة ظهور الصفقات الجديدة التي تعاقد معها كل نادي في الميركاتو الصيفي. الأهلي تعاقد مع 3 لاعبين فقط، هم شادي حسين ومصطفى سعد ميسي وبرونو سافيو، وإن كان المؤكد هو مشاركة شادي وسافيو. أما الزمالك فتعاقد مع 10 لاعبين دفعة واحدة، من بينهم عمر جابر العائد لبيته الأبيض مرة أخرى والذي دخل في التشكيل الأساسي سريعاً، معه المغربي زكريا الوردي والمؤكد مشاركته في السوبر، بجانب سامسون أكينيولا ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري المتوقع ظهورهم في المباراة. لذلك سيكون ملعب هزاع بن زايد مسرحاً كبيراً للتنافس بين كلا المدربين وصفقات كل نادي التي تريد أن تثبت أنها الأفضل، فمن سيكون له الكلمة العليا وينجح في إسعاد جماهيره؟